خلينا نبتدي بالتعريف اللي حطه الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء ونقول إيه هو العنف. العنف ضد النساء هو أي فعل عنيف يترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى للنساء جسديا أو نفسيا أو جنسيا. ده يتضمن التهديد بالأفعال، يعني مجرد تهديد بالأفعال كمان يعتبر جزء من العنف ضد النساء أو الحرمان القسري من الحرية. والمهم في الإعلان ده هو فكرة أنه سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. فدي ثلاث أجزاء في التعريف شديدة الأهمية، أنه مبني على النوع الاجتماعي، بالتالي بيتعامل مع النساء لأنهم نساء. اتنين، أنه يترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى للنساء على المستوى الجنسي أو الجسدي أو النفسي. وتالت حاجة أنه ده لو حدث في الحياة العامة أو الخاصة بما في ذلك التهديد، يعني مجرد تهديد بأنه هنعمل فيكي كذا، ده في حد ذاته بيحط المرأة في وضع عنف شديد. الكلام ده جه في الإعلان العالمي 1993، لكن قبل 1993 ومن السبعينات الحركة النسائية كانت شغالة. الحركة النسائية الحقيقة في أوروبا وأمريكا بشكل خاص، إنجلترا وأمريكا، كان فيها جهود لمناهضة العنف ضد النساء، ما كانتش بالشكل القوي الواضح زي الحركة ضد العنف ضد النساء دلوقتي، ولكن دي كانت البدايات. فترة السبعينات كانت فترة مهمة، لأنه دي الفترة اللي بدأ المجتمع الدولي يحس أن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل أمر مهم. فابتدى العام العالمي للمرأة، وبعدين كان فيه العقد العالمي للمرأة، وكان شعاره أساساً المساواة والتنمية والسلام. عشان كده الفترة دي وفترة العقد الحقيقة ما كانش فيها قضية العنف ضد المرأة ظهر بشكل واضح، ولكن وحتى اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء اللي هي طلعت 79 ما كانش فيها بند ضمن المواد بتاعتها حوالين العنف ضد النساء، بس كان في إشارات إنه العقد انتهى بمؤتمر العالمي الثالث للمرأة في نيروبي، فكان واستراتيجية الاستراتيجية المستقبلية دي كان فيها بعض الإشارات، بعض الإشارات المحدودة، لكن الحقيقة التسعينيات هي اللي اشتغل لقضية العنف ضد النساء ابتدت تبرز بشكل واضح. أولها كان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وده كان بيتم كل 10 سنين، وفي المرة دي المؤتمر ده عمل حاجتين، واحدة منهم حقوق النساء هي حقوق إنسان، رغم يعني بعد مرور تقريبا 25 سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي هو كله مكتوب طبعا باللغة الكورية، ابتدى يبقى فيه شغل حوالين حقوق الإنسان. حقوق المرأة هي حقوق إنسان، فدي واحدة. الحاجة التانية كان في بداية الشغل على الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، والمؤتمر ده كانت حصلت فيه المحكمة الدولية للعنف ضد النساء، ودي كانت محكمة شديدة الأهمية وجابت نماذج من كل دول العالم من كل المناطق الجغرافية، واتفتح فيها قضايا المسكوت عنها زي السفاح أو الاعتداء على جنسيا على المحارم أو ختان الإناث أو الاغتصاب. كل الحاجات كانت مطروحة ومطروحة بشدة. 94 حصل أنه تم تعيين المقررة الخاصة للعنف، ودي نقلة إنسانية كبرى في تاريخ حركة النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة، لأنه في 94 في 95 طلع أول تقرير المقررة الخاصة للعنف، وكان في تعريف وتعريفات العنف، في تعريفات للعنف، وفي مناقشة لأسباب وجذور العنف، وده كان أمر شديدة الأهمية والربط بينه وبين أشكال التمييز ضد النساء، وإنه ده نتيجة حتمية لعدم المساواة النوعية لسائدة في كل المجتمعات. سبقت المؤتمر 93 وسبقت تعيين المقررة الخاصة للعنف
شغل عملته المساويات على المستوى النظري، في مناقشة البعد المتعلق بالتمييز في موضوع العنف وكيف أنه نتيجة للتمييز وآلية كمان، آلية لتكريس التمييز ضد النساء، لأنه استخدام العنف والتهديد بيساهم في إخضاع النساء. دي واحدة. الحاجة الثانية، كان في جهد نظري يتعمل جيد جدا فيما يتعلق بالمقارنة بين العنف والتعذيب، العنف ضد النساء والتعذيب، واللي خلى من الطبيعي انه يبقى العنف يعتبر جريمة. وده كان جهد نظري مهم، لانه طبعا يعني ما حدش بيتعاقب على حاجة غير لما بتكون جريمة. بعد كده استمرت المقررة الخاصة اللي هي تغيرت كذا مرة، ولكن استمرت في اصدار التقارير. وبرضو من ابرز التقارير اللي اتعملت تقريرين، واحد كان على العنف الاسري، وده كان برضو خطوة شديدة الأهمية وهنجلها كمان شوية. والحاجة التانية عنف الدولة، لأنه عادة لما بيتم المناقشات العنف كان دايما بيتم في إطار ظاهرة ضرب الزوجات أو ضرب البنات، لكن الكم الشغل اللي ابتدى يتعمل ابتدى يرسخ لفكرة أنه العنف ظاهرة مجتمعية بتقوم بيها أطراف مختلفة، وبتعملها بتساعد على تواجدها الثقافة السائدة بما تفعله في تكريس التمييز النوعي بين النساء والرجال. طول السنين اللي فاتت دي، من اللي هي نقدر نعتبر ان 93 كان بدايتها، والسنة الجاية ان شاء الله كده يبقى مر 25 سنة على الشغل ضد العنف ضد النساء. طول السنين دي كان في جهود شديدة من النسويات على مستوى النظري وعلى مستوى النشاط او الاكتيفيزم، وده كان عامل هام في تغيير مش بس القوانين الوطنيه، لا كمان كان عامل هام في تغيير المعايير الدوليه فيما يتعلق بالعنف ضد النساء. وعلى سبيل المثال، احد الحاجات اللي اتغيرت وكانت شديده الاهميه مثلا، اعتبار الاغتصاب اثناء الحروب جريمه لا تسقط بالتقاضي. دي كانت نقلة مهمة على المستوى الدولي. لجنة اتفاقية السيداو في 92 أصدرت توصية عامة بأنه كل الدول عليها أنها تعمل في تقاريرها، تضمن في تقاريرها تقرير عن وضع الجهود اللي بتعمل لمقاومة العنف ضد النساء. وابتدت دي كما لو كانت هي فيها 16 مادة موضوعية تتعلق بالحقوق المختلفة، ابتدت دي كأنها المادة 17. كل الدول بتعمل تقرير أو بتضمن في تقريرها وضع العنف ضد النساء. ووفقا لتقرير المقررة الخاصة بالعنف مؤخرا أعتقد 2015، هي كانت تقول أنه حركة مناهضة العنف ضد النساء من أشد الحركات الدولية اللي حققت نجاحا في السنوات الأخيرة. الحقيقة الشغل اللي اتعمل على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني بقى شغل شديد الاتساع والتنوع والعمق. دائما كان العنف ضد النساء مبعد عن القانون باعتبار أنه ده من القضايا الخاصة، أنه العلاقات الخاصة في المجال الخاص، وبالتالي الدولة ملهاش دعوة بيها. اللي حصل طبعا انه الشغل على القضية دي خلى انه لا، الدولة مسؤولة عما يجري في المجال الخاص، وده جاي في تعريف العنف وفي الاعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء بتاع 93. ودي كانت حاجة شديدة الاهمية، لانه طول الوقت كان هذا الجانب وتحديدا العنف الاسري جانب مبعد ومستبعد من حماية القانون. فدي واحدة من الحاجات. الحاجة التانية، كان دائما ما يبقى عبء الإثبات بيبقى واقع على الضحية مش على الجاني كما في باقي الجرائم، وده اتبذل فيه مجهود شديد، فابتدى يبقى جزء من دوة بيتغير في الواقع، بيبقى عليه ان هو يثبت ان هو ما عملش الفعل العنيف ده ضد النساء. الجزء الثاني برضو في الجوانب المفاهيمية، انه كان في فترات بيبقى كان في السابق يعني دائما يتم مناقشة فكرة انه
الاعتداء على النساء عموما سواء في الاغتصاب او في الضرب الشديد او كذا، انه ده يتعلق بالامراض النفسيه، يعني حد عنده مشاكل نفسيه بيضطر يعمل كده. ده برضو من الحاجات اللي اجري في اللي اتعمل فيها جهد شديد، فبقت خرجت من مجال الصحه لمجال حقوق الانسان. لا، اهم حاجه هو صياغه موضوع العنف والعنف الجنسي تحديدا، لانه ده دايما يعتبر باعتباره حد يعني لا يستطيع مقاومه غريزته الجنسيه، في ارتباط ده كمان انه الرجال غريزتهم الجنسيه اعلى من النساء، كل المفاهيم الخاطئه عن الموضوع ده. ابتدى يبقى فيه كلام انه لا، العنف مش جريمه جنسيه، العنف الجنسي مش جريمه جنسيه، العنف الجنسي زي بقيه انواع العنف هو جريمه تتعلق بعلاقات القوه. اللي في ايده سلطه بيقدر يمارس العنف على الطرف الاضعف، وده كان مهم مثلا في العنف داخل العمل، التحرش الجنسي داخل العمل، في العلاقات الاسريه، في العنف الاسره، في حتى في الاغتصاب، كل الحاجات دي ابتدت تتحط على رجليها. لا، دي علاقات قوه، ودي علاقات قوه نجمه عن التمييز بين النساء والرجال، والتمييز ضد النساء طبعا، وعدم المساواه النوعيه بينهم. فابتدى يبقى ده بياخد العنف بطريقه اكتر باتجاه التقنين والتجريم. كان كمان دايما عاده ما تواجه الناجيات من العنف بفكره تاريخهم الجنسي، هي كانت بتمشي مع مين، هل هي كانت متحرره زياده عن اللزوم، هل بتروح اماكن مش ضروري، كل القضايا دي في مناقشه اللي هي متعلقه بلوم الضحيه ها اكتر بدل، وده الحاجه الجريمه الوحيده اللي على فكره بتلام فيها الضحيه، يعني ما حدش بيلام ابدا عن انه شنطته كانت مفتوحه فاتسرق، لكن النساء بيلاموا وخاصه في قضايا العنف الجنسي بان هم المسؤولين عن دفع الجناه للاعتداء عليهم، وده كان برضو جانب شديد الاهميه انه يتم حطه، لانه ده بيوقف القضيه على راسها، في حد اتعرض لاعتداء ينبغي انه يحاسب الجاني على ذلك، وليس له علاقه بسلوك المعتدى عليه او الضحيه. من الحاجات اللي اعتقد ما زالت تواجه مشكله هو فكره الحصانه او ما يسمى بالامبيونيتي، يعني لغايه دلوقتي دي احد الاشكاليات اللي ما زالت مخليه انه العنف مستمر في جوانب مختلفة من العنف، زي مثلا واحدة حصنت الدولة من انها جرائم العنف اللي هي من ناحية الفعلية جرائم تعذيب، انها لو قام بها مرتكبي موظفي الدولة ان يتم الحساب عليها، واحنا عارفين ان ده يعني على الاقل عندنا في مصر ده تم في عدد من الحاجات، من اول اقسام البوليس لاختبارات العذرية للاعتداءات في زي اللي حصل في الأربعاء الأسود وصاد نقابة الصحفيين تحت سمع وبصر الشرطة. فدي كلها أشكال ما زالت في حصانة ضدها، ما زال في حصانة في الاعتداء في العنف الأسري، بتبرر بالفقه بأشكال مختلفة من الفقه مع حق الرجل الحقيقة، وبيكرسها كمان القوانين زي قانون الأحوال الشخصية اللي بينص على أنه الرجل هو رب الأسرة، وبالتالي هو مسؤول عن تأديب افراد الاسره وعلى راسهم الزوجه، انه من حقه يغتصب زوجته جنسيا، والتعريف الاغتصاب هو اعتداء موقعه انثى دون رضاها بين قوسين عدا زوجه. فدي في حاجات قانونيه عامله حصانه قانونيه وثقافيه وسياسيه، عامله حصانه لعدد كبير من اشكال العنف ضد النساء، ودي احد الاشكاليات اللي الحركه بتواجهها في الفتره دي. برغم كده في نجاحات، يعني مثلا انه عدد من القضايا اللي ما كانتش مجرمه ابتدت تبقى مجرمه، هناخد مثلا الختان ضد البنات ما كانش مجرم فابتدى يتم تجريمه، بقى في موجود في قانون العقوبات مواد بتجرم ده، زواج الصغيرات ده بيجرم، التحرش في اماكن العمل
ابتدى يبقى فيه التحرش الجنسي عموما. التحرش كلمه حتى ما كانتش موجوده في القانون المصري لغايه ما حصلت حادثه نهى الاستاذ بنوته اللي لاول مره تتعرض قضيه للتحرش الجنسي ويتم وبنت تاخد تبقى عندها شجاعه انها تصر على انها تصل للقانون وللمحكمه ويتم اصدار حكم. الحقيقه كان حكم هايل يعني رغم كل الضغوط اللي تعرضت ليها على المستوى المجتمعي، ولكن كل الضغوط دي كانت مهمه في انه في اثاره نقاش. يعني انا ما بزعلش قوي لما بيبقى في حد بيهاجم، لانه الحقيقه كل ما بيحصل هجوم كل ما احنا بنقدر نطرح وجهه نظرنا اكتر. من الحاجات التانيه اللي برضو اعتقد انها مهمه جدا وتمت، وده جهود النسويات عموما، مش بس الاقرار القانوني، ولكن 2015 طلع قانون، طلع تقرير من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء مع التعاون مع صندوق الامم المتحده الانمائي والمجلس القومي للمراه، بيتكلم عن التكلفه الاقتصاديه. وكان من حسن حظي ان انا حضرت الاعلان بتاع التقرير ده، كنت في غاية السعادة انه بعد 20 سنة من الشغل اللي كنا في البدايات بنلام عليه جدا، ازاي بنتكلم في القضايا دي وازاي بننشر الغسيل الوسخ بتاعنا بره، ها انه وكم الانكار اللي في عنف اسري او حاجات بالشكل ده، انه يبقى في جهاز في الدولة بيقول الكلام اللي النسويات بتقوله، انه موجود، انه العنف موجود، وانه ظاهرة شديدة وخطيرة، وإنها بتؤثر على حياة النساء وعلى ممارسة حقوقهم المختلفة. ده أنا بتصور إنه ده قمة النجاح، إنه تقدري بلاش قمته قوي، إنه ده درجة كبيرة من النجاح، إنك أنت تغيري الخطاب الرسمي، لأنه تغيير الخطاب الرسمي هو خطوة في اتجاه إنه التزام بمسؤوليات. من الحاجات برضو الجيدة اللي اتعملت هي فكرة جمع احصائيات عن العنف ضد النساء. لغايه 1994 كان الكلام عن الختان انه يعني عاده ضاره صحيا بالنساء، ولكنها موجوده في الاطراف البعيده، الاماكن البعيده في الريف يعني، والاماكن اللي فيها بيتفشى الجهل والفقر وكده. اما اتعمل المسح الديموغرافي والصحي 1995 كان صدمه للجميع، يعني حتى النسويات النشطات كنا متفاجئين بانه حجم انتشار الظاهره بالشكل ده، لانه كان 97% من النساء المصريات تعرضوا لختان الاناث. فده كان حاجه مهمه، والحقيقه هي دي اللي كانت ورا ان الدوله تبتدي تاخد مواقف وسياسه لمواجهة الختان وإنها تجرمه. فالإحصاءات شديدة الأهمية من الزاوية دي. برضو 95 كانت أول مرة يبقى في جزء في البحث في المسح الصحي والديموغرافي حوالين موضوع ضرب الزوجات، وده برضو كانت حاجة بتبين مدى انتشار الظاهرة. واحدة من كل 3 ستات تعرضت للضرب في السنة السابقة على المسح، دي حاجة ضخمة، ونسبة ليست بالقليلة راحت المستشفيات من جراء عنف الضرب، ونسبة ليست بالقليلة اتضربت وهي حامل. فده كله الحاجات دي بتساهم بشدة في انها تفتح المناقشة المجتمعية بشكل واسع حوالينا، وبالتالي هو ده اللي ممكن يبقى بيؤثر في تغيير الثقافة. احد الحاجات التانية برضو المهمة هو تحفيز الأكاديميين على الشغل على قضايا العنف ضد النساء، وهخص بذكر هنا الكتاب اللي عمله الدكتور عادل السمري في التسعينات حوالين الانتهاك الجنسي للزوجات. وده كان أول مرة يبقى فيها كلام، لأنه الستات اللي اشتغل معاهم اللي عمل الاستبيان معاهم نصهم قالوا أنه انه الراجل ياخد حقه الشرعي، حتى بين قوسين يعني انه الراجل يمارس الجنس مع زوجته رغم ارادتها، ده طبعا ده تصرف الستات العاديات يعني من مستويات اجتماعيه وخلفيات دينيه وثقافيه مختلفه، نصهم قال كده.
والنص اللي ما قالش، النص اللي قال اعتبر ان ده حقه، قال جزء منهم قالوا بس دي طريقه غبيه لاخذ الحق، او انه ربنا ما يرضاش على التعامل ده. فحاجه مهم جدا كانت نقل خبرات الستات دي، ومهم جدا دي مساحه المساويات المفروض تشتغل عليها اكتر في فهم الـ كيف يتم التعامل مع القضايا المختلفه وتوصيل صوت النساء. انا شخصيا من يوم ما يعني قبل كده كنت بقول الجنس القصري في الزواج في المحاضرات اللي بقولها او في الكتابات، من يوميها من يوم ما قريت كتاب عادي السمري 98 وانا بستخدم كلمه الاغتصاب الزوجي وبستخدمها مع الناس وبشرحها وبقول ايه الموضوع. اعتقد كمان انه بالنسبه للعنف حصلت نقله كبيره فيما يتعلق بالخدمات، من اول فكره المعلومات والاحصائيات واللي ابتدت تبقى افضل واكثر، لانه تقديم على الاقل ما يسمى بالمشروعات الرائده، ها، لانه لغايه دلوقتي الخدمات اللي في مصر ضعيف، يعني في عدد محدود يتعدى على صوابع الايد الواحده فيما على صوابع الاثنين يعني فيما يتعلق بمراكز الايواء، عدد اقل كثيرا فيما يتعلق بمراكز التاهيل، وكثير من هذه المراكز فيها اشكاليه انه مدى حساسيه وتدريب القائمين عليها بحيث انهم فعلا يقدروا يتعاملوا مع الناجيات من العنف بشكل يساعدهم على تخطي ده. ولكن برغم كده فكره انه كسر فكره انه الست تقدر تلجا لمكان تاني ده كان حاجه مهمه، والاعداد دي بتزيد بشكل قليل ولكن في تزايد مستمر فيها، وده حاجه برضو شديده الاهميه. كم المنظمات غير الحكوميه اللي عملت لجان للاستماع للناجيات من العنف، ده كان مهم مش بس عشان مساعدتهم على التأهيل النفسي ومعالجة كرب ما بعد الصدمة ومساعدتهم على أخذ حقوقهم، لكن كمان كان مهم في أنه الستات يبقوا حاسين أنهم مش وحديهم، ودي الرسالة اللي بتبعتها الستات دايما. يعني أنا فاكرة في الثمانينات عملنا شغل حوالين الستات اللي بيشكوا أجوازهم في الأقسام، فمن بين 100 حالة الستات راحوا الاسم عملوا شكوى وراحوا المستشفى وجابوا إصابة تحتاج لعلاج أكتر من 21 يوم يعني هيدخل في جناية، ها؟ إنه من قلب المية دول يمكن عدد أقل من صابع الإيد الواحدة، يمكن 3 أو 4 أنا مش فاكرة دلوقتي، لكن دول اللي وصلوا للمحكمة، التانيين ما وصلوش. وفي قلب مناقشة ليه الستات دي ما بتوصلش، الستات مش عايزة تسيب او تخرج بره العلاقه دي لعده اسباب، لكن هي عايزه حد يتدخل لوقف العنف، وبالتالي بتروح للحكومه عشان يبقى فيها قرصه ودن للزوج فما يكملش وما يتصاعدش العنف معاه. النهارده ابتدى اللجوء، وبالذات مع الدعم القانوني اللي بتقدمه المنظمات غير الحكوميه، ابتدى اللجوء للقضاء ومحاوله الانفصال عن العلاقه يزيد اكتر، لكن مهم برضو لينا ان احنا نفهم الستات ما بتسيبش علاقات العنيفة مش عشان هي بتحب العنف ومش عشان ضرب الحبيب زي اكل الزبيب على الاطلاق. النساء بتبقى كارهة دوا، كارهة العنف اللي بيمارس عليها، ولكنها مش قادرة تسيب، لانه اولا في وصمة اجتماعية انها دخلت جوزها السجن، وفي وصمة اجتماعية لاولادها انهم ابوهم رد سكون، وفي احتياج اقتصادي لان معظم الستات ما بتعملش العمل اللي يكفيها انها تبقى مستقلة عن الزوج، وبعضهم ما بيعملش اصلا وبعضهم الزوج اصر على انها ما تعملش، فبيبقى في احتياج لانه ولادها هتعمل ايه في الولاد، انه في بعض الستات ما بتقدرش تفلت من العلاقات العنيفة بسبب التهديد بالانتقام منها. الجزء الثالث انه عبء الاثبات اللي دائما على النساء انها تعمله، بالذات في الاعتداءات الجنسية على الزوجات اللي هو صعب اثباته، القانون المصري ما زال ده العبء ده على موجود على النساء، انه ده اللي بيخلي الستات تستمر في هذه العلاقات، فانه تتوفر عديد من الخدمات اللي بتساعدهم على انهم يقدروا
ياخدوا مواقف، ده حاجة مهمة. في جزء تاني يتعلق الحقيقة، وده محتاج مجهود، وإن كانت في بعض الحاجات صغيرة، اللي هي فكرة إنه ستات كتير ما بتتقدمش للشكوى بخصوص العنف بسبب النظام الصحي الطبي القانوني الشرعي القائم عليها إنها تروح. كان لسه قريب قوي في الفيسبوك كلام على بنية مش مصرية اتعرضت للعنف وحاولت إنها تقدم شكوى ومرت بكمية من البيروقراطية، رغم إنه في دلوقتي في الإقسام حاجات لجانب التعامل مع العنف، إنما فكرة إنك لو روحتي المستشفى تتعرضي للطبيب وتحكي وبعدين يحولك للإسم وتحكي وبعدين تروحي للطب الشرعي وتحكي، ونفس الحاجات بتتقال مرة واثنين وثلاثة، وده الحقيقة إعادة تعريض الضحية لنفس التجربة المؤلمة عدة مرات. ناهيكي بقى عن أنه ده بيتم قد إيه الناس اللي سواء في المجال الطبي أو المجال البوليس أو في مجال الطب الشرعي مؤهلين ومدربين على أنهم يتعاملوا بحساسية مع مثل هذه القضايا. فده حاجة شديدة الأهمية في أنه ليه الستات ما بتروحش تشكي وليه بالتالي العنف بيستمر. من ضمن الحاجات اللي الخدمات اللي تمت كمان الشغل، يعني هي مش خدمة بس هي الشغل الأدفوكاسي أو الكم التوعية اللي اتعملت للنساء عموما وللأطراف المختلفة، وكم التدريب اللي اتعمل مهم جدا. مهم تقييم تأثير هذا التدريب على ناس محددة زي القائمين على تنفيذ القانون، لأنه اتعملت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس القوم المرأة، اتعمل التدريبات للبوليس، بس قد ايه بقى ده بيؤثر فعلا، قد ايه هم بيستوعبوا ده وبيطبقوه في شغلهم، دي مسألة الحقيقة محتاجة تقييم، لانه الواقع اللي احنا شايفينه انه واضح ان دي حاجات ملهاش تأثير قوي. ما يتعلق بمسؤولية الدولة، لسه لغاية النهاردة مش متبلور بشكل محدد يمكن محاسبة الدولة على التزاماتها فيه. ده جزء من الموضوع، مسؤولية الدولة عما يجري في أماكن الاحتجاز وكده، دي في درجة كبيرة من الحصانة اللي هي بتعوق ده، لكن كمان مسؤوليتها عن ما يجري من أطراف أخرى تجاه النساء وخاصة في البيت لسه ما تحطش بالشكل القوي. والنموذج الصارخ ليه هو مثلا قضية الاغتصاب الزوجي، قضية سفاح المحارم اللي ما حدش بيجرؤ ان هو يناقشها بشكل قوي. الدولة دايما بيبقى في موضوع انه دي الثقافة السايدة ودي اطراف لا، في حاجة اسمها بسموه ايه، العناية الواجبة او الالتزام باداء الدور الواجب، اللي هو مثلا على مستوى التشريع ممكن تجريم عدد من الحاجات طبعا ماشي، ولكن معظم المشروعات واخرها مشروع المقترح من المجلس القومي لا يتناول العنف بشكل شامل. في استراتيجية للعنف، ولكن هذه الاستراتيجية ملهاش آليات الحقيقة لا للمتابعة بيتم ايه ولا للمحاسبة. ويضاف الى ذلك، وده تقرير مثلا عملها نظرة، يضاف الى ذلك فكرة عدم الشفافية، محدش عارف مين بيعمل ايه بالظبط وهيتحاسب ازاي او آلية للمحاسبة. مفيش سياسة وطنية معلنة الدولة ملتزمة فيها بحاجات محددة ضد العنف ضد النساء. فكرة سياسة وطنية معلنة بما في ذلك تخصيص ميزانيات
لتنفيذ هذه السياسه، لانه كل الحاجات هتظل مجرد باقه من الاماني ها اللي في الهواء، طول ما انت ما عندكيش ميزانيه ترصديها للتدريب واقامه المراكز الايواء وتقديم الخدمات العلاجيه وتطوير خدمات الطب الشرعي، او يعني الخدمات اللي هي تتعلق بفحص حالات اللي بتتعرض للعنف وخصوصا حالات الاغتصابات واثبات الادله والحفاظ على الادله وحمايه المبلغين. كل الحاجات دي طول ما عندكيش ميزانيه فيها مشكله، ما بتبقيش قادره انك انت تحققيها وتظل مجرد حبر على ورق. وحتى فيما يتعلق بموضوع ان المجلس القومي للمرأة هو القائد الاستراتيجية الوطنية، حتى المجلس ملوش صلاحيات لأنه يحاسب أي حد ما يلتزمش بالاستراتيجية. وتقريبا كده دمها متفرق بين القبائل، يعني في كل تقريبا كل الوزارات أعضاء مع المجلس القومي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وبالتالي ما تعرفيش تحاسبي. والوجود بتاع المنظمات غير الحكومية مش قوي. أنا شخصيا من الناس اللي بيميلوا بشدة لأنه تبقى فيه سياسة وطنية معلنة ولجنة وطنية تجمع كافة الأطراف بما فيها كافة الأطراف على قدم المساواة، بما فيها المنظمات غير الحكومية يبقى لها ثقل، وبما فيها النساء الناجيات من العنف، والوزارات المعنية تستدعى لما تكون في احتياج ليها. يعني ما يتعلق بالثقافة احنا عدينا عليها، مؤكد ان الثقافة ما هيش حاجة ثابتة، يعني الثقافة دائما في حالة كم من الثقافات الفرعية، في ثقافة سيدة عموما بس في كم من الثقافات الفرعية اللي بتنمو وبتتطور وبتتفاعل مع الموجود. واعتقد انه العنف ضد المرأة من الجوانب اللي بتبين ازاي بعض هذه الثقافات الفرعية وتحديدا المواقف النسوية والرؤى المفاهيمية النسوية ابتدت تحفر لها مكان قوي، مش 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 بالشكل الكافي لسه، ولكن تحفر مكان قوي على صعيد الخطاب فيما يتعلق بقى بموضوع زي ما قلنا لوم الضحية، مسؤولية الدولة، مسؤولية كافة الأطراف مش بس الدولة، مسؤولية القائمين على تنفيذ القانون، انتشار العنف في التعامل معاه في الجوانب اللي ما يتعلق بالمجتمع زي العمل، زي اماكن العمل وزي اماكن التعليم، فيما يتعلق بفكره ضحض وتفنيد فكره الامان داخل الاسره، لانه الاحصاءات بتبين ان غالبيه الاعتداءات العنف حالات العنف وبما فيها العنف الجنسي الحقيقه بتحصل داخل الاسر. خلخلت المفاهيم، اتصور ان احنا نجحنا فيه درجه من خلخله المفاهيم او التصورات اللي كانت سائده في موضوع العنف، وحفر مكان لفكره انه العنف قائم على علاقات قوه، وانه عشان يتغير بحقيقي وعشان نقضي عليه بحقيقي ينبغي تغيير علاقات القوه اللي موجوده بين النساء والرجال، وانعكاس ده في كل حاجة بما فيها قوانين الأحوال الشخصية. وأنا رأيي أنه أحد المداخل الحقيقية والهامة أو الحلقات الحاكمة في مواجهة العنف ضد المرأة هو موضوع التعامل مع قانون الأحوال الشخصية. أتصور أنه في درجة كمان من نجاح النسويات الحقيقة في اللغة، اللغة اللي أحيانا تبقى إيجابية زي مثلا الختان كان اسمه الطهارة، دلوقتي بقى لما حد بيتكلم على الختان بيتكلم على ختان الناس، ما هوش أدق التعبيرات، لأنه الحقيقة التشويه الجنسي للإناث هو التعبير الدقيق، ولكن فكرة انتشار تعبير ختان الإناث على المستوى المجتمعي مهم جدا، لأنه بيغير على الأقل ما بقاش الختان ده حاجة ذات طابع إيجابي لانها الطهاره او البيوريتي او كده، فدي واحده تحرر اضافه حاجات زي التحرش الجنسي مثلا ده شديد الأهمية، حاجة زي الاغتصاب الزوجي. إنه في مناقشات أنا فاكرة إنه في البدايات كنت أنا بقول التعبير ولكن ما حدش بيستجيب،
في الفترات الأخيرة ابتدى الطلاب لما بسألهم على إيه أشكال العنف اللي يعرفوها، موضوع الاغتصاب الزوجي يتحط كجزء من الحاجات دي. فتغيير اللغة والخطاب برضو عامل شديد الأهمية. فيما يتعلق بالعنف ضد النساء، الشغل اللي تم كتير والإنجازات اللي تمت سواء على مستوى المستوى البحثي أو المستوى الخدمات أو مستوى التوعية والتدريب كتير، ولكن أعتقد أنه هو محتاج لغربلة ومحتاج أنه يزق أكتر في اتجاه مسؤولية الدولة.